إن شاء الله منتخبنا الوطني هيسافر يوم الجمعة لمواجهة الجابون. خلاص إن شاء الله يوم الجمعة هيسافر المنتخب على متن طائرة خاصة، وده الأفضل بيني وبينكم، يروح الجمعة يلعب الحد يرجع الاثنين على طول، علشان بيني وبينكم اللاعبين محتاجين إن هم يريحوا، محتاجين جدا جدا إن هم يريحوا، خصوصا اللعيبة لعيبة الأهلي والزمالك والإسماعيلي اللي هو الخمسة الأهلي اللي لعبوا النهاردة والأربعة زمالك وباهر، العشرة دول محتاجين فعلا إن هم يريحوا فعلا، لأنه مباراة من مباراة لمباراة 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 من بطولة لبطولة، وإن شاء الله ربنا يكرمهم في مباراة يوم الحد القادم أمام منتخب الجابون. دي كانت أخبارنا النهاردة. زي ما حضراتكم عارفين مفيش أخبار كتيرة عن النادي الأهلي، النادي الأهلي في أجازة، النادي الأهلي عايزين اللاعبين يستمتعوا قدر الإمكان بالأجازة اللي هم فيها، علشان هيرجعوا على ضغوط كبيرة جدا، بداية دوري والكاس هنشوف هنعمل فيه إيه خلال الفترة اللي جاية، وبعد كده سوبر إفريقي، وبعد كده منتخبات، ولسه سنة فيها كتير جدا.